مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي ومتابعي ليالي الكويت في هذه الحلقة الجديدة اللي نتمنى دائما تتفاعلون معنا من خلال التويتر على هاشتاج ليالي الكويت. في هذه الفترة اللي دائما احنا نحب ان نوصل لكم اخر الاخبار واخر المستجدات على الساحة المحلية. يمكن اليوم من الاشياء المفرحة ان وصلنا يوم الاحد يعني الثلث الاخير من المرحلة الاولى حسب المعطيات للحين، يعني ان شاء الله بعد 6 أيام ندخل في المرحلة الثانية. هذا الموضوع راح يتم حسمه ان شاء الله يمكن باكر، يمكن خلال الايام الجايه خلال مجلس الوزراء واجتماعهم الدوري اللي يكون كل يوم اثنين. لكن خل اعطيكم شوي شيء تفاؤل من البدايه على اهم الاشياء اللي راح تكون في المرحله الثانيه. طبعا اول شيء واهم شيء ان مرحله الحظر الجزئي راح تكون ممتده من الساعه 9 مساء الى 6 صباحا، فزادت تقريبا 3 ساعات. راح يكون في اكيد دوام للموظفين في الجهات الحكوميه اضافه الى القطاع خاص بنسبة 30%. راح يكون في فتح أيضا للمجمعات التجارية وفق الاشتراطات الصحية، المطاعم، الكافيهات، راح يكون الدخول دون الجلوس داخل هذه المطاعم. فيعني كل هذه الأمور اللي راح تكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة بتعاون الكل بعدم التهاون، مثل ما قلنا التزامكم بالاشتراطات الصحية. اليوم يمكن من خلال مؤتمر وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند الناطق الرسمي دائما يحب يوضح الأشياء اللي تكون على الساحة. يمكن بعض الناس لما قالوا إن في زيادة في أعداد الكويتيين المصابين خلال الفترة السابقة وخلال الأيام أيضا اليوم اللي قاعد نشهدها، ليش؟ لأن يمكن صار في مخالطة، صار في زيارات اجتماعية، وهذه الأشياء والاجتماعات هذه مكتوبة في المرحلة الخامسة، يعني بعد يبي لها شهر شهرين إلى أن نصل لها. فلا تحاولون يعني مشاهدين حضراتكم تستبقون الأحداث، يمكن ننطر مرحلة مرحلة ونشوف الأمور إن شاء الله تكون مستقرة، لأن حسب الدول المحيطة فينا والدول العالم بعد ما تم فتح اكيد بعض الامور في صارت في موجه ثانيه، في زياده في الاعداد. فلا تقولون اليوم ان عدد التشافي وصل 800، عدد الاصابات 400، فاحنا امورنا سليمه. كل هذه الامور تتضح ان شاء الله بدعائكم، بتكاتفكم، بتعاونكم خلال الفتره الجايه. من اخبارنا ايضا اليوم يمكن اللي دائما نحب نوضحها ونقولها لكم، مدير الاداره العامه في العلاقات العامه والاعلام في الهيئه العامه للقوى العامله اسيل المزيد في تصريح لها اليوم في جريدة الأنباء يمكن تكلمت عن مكافأة الخريجين والباحثين عن العمل راح تكون إن شاء الله باكر في حساباتهم. ووضحت أيضا أن بالنسبة لدعم العمالة العاملين في القطاع الخاص راح تكون المكافأة في حساباتهم خلال 25 من الشهر الجاري. ونقول لهم ان شاء الله يعني باكر راح تكون في حساباتكم بالقوى العامله ان شاء الله 25. ايضا من اخبارنا اليوم اللي ذكرتها اداره العلاقات العامه والاعلام بالاداره العامه للاطفاء ان بامكان المراجعين المتضررين جراء الحوادث من حجز المواعيد المسبقه لاستلام شهاده حادث او كتاب اعاده تيار كهربائي من مراقبه تحقيق حوادث الحريق اللي موجوده في مركز اطفاء السالميه على الدائري الرابع عن طريق طبعا خدمه الواتساب اللي تم تفعيلها على رقم اللي راح نخليه ان شاء الله قدامكم على الشاشه 9807174. راح نتكلم بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع. راح يكون معانا الحين المقدم سيد حسن الموسوي مراقب تحقيق حوادث الحريق بالاداره العامه للاطفاء. بالبدايه حياك الله ومنورنا في ليالي الكويت. النور بعيونك، امسي عليك اخوي عبد الله ومسي على الساده المشاهدين. يا حياك الله. بالبداية كلمنا عن هذا الخبر اليوم يمكن اللي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا نتكلم شوي عن تفاصيله. اي نعم، مثل ما انت عارف اخوي عبد الله، احنا في الإدارة العامة للإطفاء تعاملنا مع العديد من الحوادث خلال من بداية الحظر الجزئي، وتعذر علينا بحكم اغلاق جميع مؤسسات الدولة في استقبال السادة المراجعين، وبالتالي كل متضرر من جراء حادث حريق أو إنقاذ أو خدمة عامة راح ينصبون علينا ما بعد فتح أو بعد إعادة الدوامات الرسمية خلال فترة الفترة الثانية. لذلك احنا سئنا بالإدارة العامة للإطفاء أن ندشن خدمة، وصار فيها نقاش ما بيننا ما بين القيادة العليا بالإدارة العامة للإطفاء أن هل نفعل خدمة أبليكيشن تطبيق عن طريق الأبل أو عن طريق الأندرويد أو عن طريق خدمة الواتساب. أنا كان اقتراحي أن السادة المراجعين نبي أسهل طريقة لهم يتواصلون معنا. مثل ما تعرف احنا مراجعينا هي فئة غير عادية، متضررين وفيهم كبار سن، فيهم مستوى ثقافات خاصة اخواننا الوافدين. لذلك اتينا تطبيق خدمة الواتساب هي الانسب والمتاح للجميع. وما يخفيك احنا بالإدارة العامة حريصين على
الساده المراجعين وبالتالي حريصين على المراجع على موظفينا. ما نبي نكون احنا لا قدر الله نكون سبب في اصابه اي شخص يدش عندي في المبنى في مبنى مراقبه التحقيق حول الحريم. نعم. لذلك احنا طبقنا اقصى درجات التباعد الاجتماعي اللي توسع على السلطات الصحيه. لذلك عليهم بس انه يسيف الرقم عنده في جهازه وبالتالي يرسل لنا تاريخ الحادث عنوان الحادث، وبالتالي في بعض عن طريق وسائل التواصل الخاصه بالاداره عامه الاطفاء بعض المستندات اللي احنا نحتاجها، ما عليه ان ندز لنا اياها نستلم المعامله. اخواننا زملائي الضباط راح يجهزون كل المعاملات، بالتالي حضورهم لنا فقط للاستلام، ما يراجع الا وقت الاستلام عن طريق موعد راح نحدد له راح يجي عندنا بس يستلم ويتوكل على الله. لذلك انا اعتقد ان هذه الخدمه نوفر فيها الوقت والجهد، يعني حققنا هدف من اهداف السلطه الصحيه ان اقصى درجات التباعد الاجتماعي تكون موجوده. صحيح. وفي خدمه بسيطه جدا متناوله ومتاحه للجميع من كبار الصغار الشباب اكيد كل من راح يستخدم هالخدمه. نبي شنو الخدمات بعد سيد حسن غيرها اللي راح تقدمونها للناس بالايام هذه وخاصه يعني في ظل ازمه كورونا؟ طبعا احنا الخدمه هذه احنا في مراقبه التحقيق حوادث الحريق نقوم في اعمال فنيه بالميدان، نتابع جميع الحوادث ونوصل للحوادث، بالتالي نقوم باعمال المعاينه الفنيه وتحديد اسباب الحريق، اضافه الى الاعمال الاداريه. احنا الخدمات اللي قاعد نقدمها فيما يتعلق بجميع اصداراتنا من اعاده تيار سواء الاماكن السكنيه او الاماكن التجاريه والصناعيه، وكذلك شهادة احتراق نقود اللي عنده مبالغ نقدية احترقت عنده في الشقة أو في مركبة غيرها، هذه الخدمة أيضا موجودة، وإضافة إلى جميع شهادات الحوادث في جميع تصنيفاتها. فبالتالي كل معاملة عندنا في الإدارة عامة الإطفاء متاحة عن طريق خدمة الواتساب، إضافة أن جميع هذه المعاملات والمستندات وغيرها فري أوف تشارج بدون أي رسوم على عاتق المواطن أو على عاتق اخواننا الوافدين، وهذه مو ما هي وليده الساعه او خلال. صحيح. ازمه الجائحه جائحه كورونا، هي من انشئت الاداره العامه الاطفاء. جميع مستنداتنا احنا نقدم خدمه انسانيه، وبالتالي الرسوم غير مقبوله بالنسبه لنا. نعم اكيد يعني جهود جدا واضحه قاعد تقومون فيها في الاداره العامه الاطفاء. اذا في رساله اخيره تحب توصلها لكل الساده المشاهدين تفضل. امانه انا احب اتشكر منكم حياك الله جبنا ووسائل التواصل الاجتماعي. احنا اليوم فعلنا الخدمه، كان الهدف مالنا تاريخ 21 او تاريخ 28 نفعلها، لكن امانه انا على اطلاع مباشر بهذه الخدمه. احب اطمنهم ان جميع مستنداتهم اللي يتم ارسالها عن طريق هذه الخدمه هي تحت عنايه قصوى بالنسبه لنا، جميع المستندات هي سريه وانا مسؤول مباشر على جميع المستندات اللي قاعد ترد لنا. تفاعل الناس امانه اليوم اكثر من 10 معاملات استلمناها خلال اليوم الواحد، انا اعتقد هاليومين راح يتم تسليم الاخوان المتضررين جراء هذه الحوادث، بالتالي انا اعتقد ان تفاعلهم احنا وياهم قاعد نحقق هدف رئيسي، هدف السلطه الصحيه التباعد الاجتماعي. انا اعتقد ان الخدمه كاول يوم انا اعتقد ان اجراءها جدا سليم، هذا دليل على وعي الناس وثقافه الناس. كل الشكر لهم. كل الشكر لك اكيد مقدم سيد حسن المساوي على تواجدك معنا، ويمكن ينفرحنا بهذه الاخبار الجميله اليوم اللي قاعد تسهل على الساده المواطنين والمقيمين كل الامور على ارض الكويت الحبيبه. شكرا على وجودك. شاكركم على استضافتك. حياك الله. اليوم مشاهدينا حلقتنا راح تكون متنوعه بضيوفها ومضامينها، راح ننتظر تفاعلكم من خلال هاشتاج لعل الكويت، راح تكون حلقه رياضيه، نفسيه، اجتماعيه وفنيه، لكن انتظرونا بعد هالفاصل. اليوم في ليالي الكويت الدكتور سليمان الخضاري استشاري الطب النفسي، لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم بشار عبد الله، الدكتورة غادة الدويلة، والحديث عن مبادرة أنت متميز. مع انتشاره في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكون لفيروس كورونا وما يسببه من عزلة طويلة الأمد آثار جسيمة ليست جسدية وحسب، وإنما سيطول الجانب النفسي أيضاً.
فالعزلة الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الصحة العقلية، كما أن القلق الحاد قد يصطحب معه عدد من الأمراض المزمنة وزيادة القلق والتوتر، وقد تصل إلى الإصابة بالاكتئاب. مواضيع بنخوض فيها مع الدكتور سليمان الخضاري استشاري الطب النفسي الحين في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما أحب أذكركم في بداية كل حلقة، اليوم نبي كل أسئلتكم وتفاعلكم من خلال هاشتاج ليالي الكويت، ويمكن ببداية حلقاتنا اليوم قاعدين وكل يوم من خلال ليالي الكويت نتكلم على الجانب النفسي، لأن تدوم كل جائحة وكل حرب وكل أزمة تولد بعض الأشياء النفسية. فيسعدنا يكون معنا اليوم الدكتور سليمان الخضاري استشاري الطب النفسي، راح نتكلم أكثر على هذه الفترة اللي قامر فيها. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله ويانا. هلا عبد الله، حياك الله وشكرا كريما. العفو، حياك الله دكتور. يمكن اليوم انا ذكرت في بدايه الحلقه ان احنا تدريجيا راح نوصل للمرحله الثانيه من المراحل الخمس اللي حددتها اكيد مجلس الوزراء والسلطات الصحيه، فيمكن الوصول لهذه الفتره هو مؤشر جيد، لكن يبقى الحذر موجود. الناس يمكن خلال الفتره الطويله اللي كانوا موجودين داخل بيوتها صار في حالات نفسيه استجدت، فابي نتكلم بالبدايه على هذا الموضوع وشلون احنا ممكن يعني نتدرج في ان نخرج من هذه المراحل من مرحله الى مرحله. اول شيء مره ثانيه نمسي عليك وعلى ضيوف او على جمهورك عفوا. الحقيقه عبد الله احنا عدينا يمكن المرحله اللي كنا نتكلم فيها في البدايه عن الصدمه. دائما عند الهزات الكبيره سواء الحروب الكوارث الطبيعيه الاوبئه او غيرها، المختصين يقولون ان في مراحل خمسه اغلبيه الناس معرضين لها. المرحله الاولى هي مرحله الانكار، لا مو معقول، اكيد في شيء غلط بالقصه. المرحله الثانيه مرحله الغضب. المرحله الثالثه مرحله يسمونها المساومه او البارجنينج، اللي هو يا عمي انا مستعد اعطي كل اللي وراي ودوني بس تطلع سالفه مو كذي، نرجع لوضعنا الطبيعي اي شيء. بعدين عاد ينزل يعني على الواحد وقع ان الظرف اللي هو قاعد يعيشه خلاص اصبح حقيقه، فيدش في هذه مرحله يسمونها الاكتئاب او هبوط المزاج بالمعنى الفلسفي، بمعنى انه هو كذي يعني خلاص ما بيده شيء، هذه هي الحقيقه والحقيقه يتعكس ما هو يبي. المرحله الاخيره هي مرحله التاقلم. في الغالب نقدر نقول طبعا الناس يتفاوتون في قدراتهم وفي تنقلهم في هذه المراحل الخمسه في اي صدمه، ولكن نقدر نقول بشكل عام ان احنا كمجتمع احنا بنتارجح بين هبوط المزاج عند نفوس يعني كثير من الناس وبين مرحله التاقلم والتقبل، فاحنا بين هذين المرحلتين. وانا اعتقد ان يعني اللي ما تلاحق عمره وحاول أن يلتفت لأجواء الخاصة لأسرته ترى مو it's not too late على قولتهم، لأن إحنا اكتشفنا الكثير من عندنا اكتشفنا في هذه الأزمة اكتشفنا أن إحنا ما استثمرنا الكثير يعني مع الناس في أو في العلاقات الأقرب لنا. صحيح. وعشان كذي الكثير من الناس دفعوا ثمن ذلك من ضغط وتوتر وعصبية وهواش مع أفراد أسرهم بسبب القعدة معهم في البيت أكثر الوقت. نعم، يمكن احنا البعض بعد دكتور يعني قام ما يحب كلمه هلع، يعني بالمقابل الخوف هو شيء طبيعي، فيمكن وهذا شيء يعني وارد ومو عيب، خصوصا ان الفيروس مثل ما احنا عرفنا انه مو معروف هو سببه، طريقه انتشاره بشكل عام مو معروفه، فتتفق مع هالكلام دكتور ولا لا؟ عبد الله، الهلع بشكل عام هو رده فعل طبيعيه للظرف اللي يهدد يعني حياتك بشكل مباشر. يعني لو واحد طلع مسدس مثلا وحطه على راس الواحد من الطبيعي انه يصاب بالهلع، ولكن المشكله ان هذه الرده رده الفعل الهلع المفروض ان توقيتها سريع ويمكنك من اتخاذ قرارات فوريه لانقاذ حياتك بشكل مباشر، لكن هذه الحاله العارمه كذي من الخضه والربكه والتوتر اللي تصيب الانسان لحظه اصابته بالهلع ما تنفع للتعامل مع ظرف مستمر. الظرف المستمر يحتاج إلى نوع من التقييم المستمر للأمور، التقييم المستمر للمخاطر، بحيث أن الإنسان لا يبالغ ولا يتهاون، يعني لا يحس أن الموضوع خرج
خارج سيطرته وسيصاب بمشكلة وسيصاب بالعدوى وسيتأثر وسينقل العدوى لأهل بيته. مشكلة بعد هم أن بعض الأحيان مو بس يبالغ في الاحتمالات السلبية، لا حتى نوعية الاحتمالات السلبية، يعني مو بس أن أنا أصاب بالعدوى، لا أصاب بالعدوى وراح أموت. فهذا الهلع يوصل الإنسان إلى القفز في الاحتمالات السلبية إلى الإكستريم، إلى المدى الأقصى، ويشعر بالعجز أنه ما بيده شيء يقدر يسويه. والتهوين، التهوين طبعا دفعنا ثمنه، أو يعني البشرية كلها دفعت ثمنه في بلدان أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا لما الناس ما صدقت أن الموضوع هذا جدي، فدفعت ثمنه آلاف من الأرواح. بالتأكيد إحنا الحين الحمد لله نسمع أخبار إيجابية عن استجابة الدولة وتعاملها مع الموضوع واستعدادنا للانتقال للمرحلة الثانية من استعادة الحياة عندنا في الكويت، ولكن مرحلة ثانية من استعادة الحياة مو معنات أن استعادة الحياة 100%. جماعة وزير الصحة قالها، وأنا أعتقد الكثير من المسؤولين كرروها حول العالم، أن إحنا هذا الخطر موجود طالما لم يكن هنالك تطعيم ولم يكن هنالك علاج. صحيح. فبالتالي مفهوم تماما أن الناس راح تتوجه بكل طاقتها يعني عشان تعوض هذا النقص اللي صار عندها بالأشهر اللي طافت. بيصير في نوع من التزاحم على بعض المجمعات، نوع من التشاحن وهالكلام هذا. عشان كذي العودة للحياة بشكل تدريجي واستمرار الالتزام بمعايير السلامة المجتمعية والتباعد الاجتماعي وايد مهم، لا هويل ولا تهويل. أكيد دكتور، أنا يمكن يعني من خلال حديثك هذا ودي أقسم شوي يعني فئات المجتمع وياك ونشوف شنو النصيحة المناسبة لكل فئة من هالفئات. مثلا دكتور، إحنا الحين يعني مقبلين في المرحلة الثانية على الدوام اللي راح يكون لموظفين الحكومة، موظفين القطاع الخاص بنسبة 30%. الحين الناس، أنا يعني من خلال حديثنا في المجتمع قاعد نسمع في ناس متشجعة طبعا وهذا واجبها وتبتروح العموم كذي، لكن بعد هذه الفترة الطويلة ثلاث شهور الواحد داخل البيت صار عنده شوي يعني خوف، صار في تعود مثلا على نظام الحياة داخل البيت، صار في خوف انه يطلع انه يواجه الناس، في ناس صار عندها التزام اكبر بالارشادات الصحية فعندها هواجس كبيرة. شنو النصيحة اللي تقدمها حق الفئة هذه الاولى، وبعدها راح اروح ان شاء الله ايضا على الطلبة والطالبات؟ شوف، بالنسبة للمتهاون يعني احنا دائما نوازن ما بين ان نحاول نركز على بعض الاحتمالات السلبيه مع الانسان اللي وايد متهاون، يعني الانسان اللي حاس انه هو خلاص يقدر يرجع لحياته الطبيعيه وما يلتزم يعني مضطرين ان نواجهه بحقيقه وواقع المساله من انها يعني لا زالت جديه وانت ممكن تاثر. وحاول انك انت تركز على الاشياء اللي تعني له، يعني ترى الكثير من الناس بسبه الاندفاع في هذه الفتره، ترى يعني هو اللي كثير من الناس يشبه حالة السجن، يعني ما قدر يتعامل معها بشكل إيجابي، فالآن أطلقت صراحة. فمفهوم أن الكثير فيهم راح يكون في عندهم حالة من الاندفاع، لكن الاندفاع هذا لا يقابل باندفاع مقابل، يعني من الجهة الأخرى لا يقابل بالخناق بالهواش وكذا، النفوس مشحونة، ولكن أنت ممكن تعول على حب لأشخاص معينين وتركز على أن هذين الأشخاص ممكن يضرون من خلال عدم حرصه على نفسه وعلى عدم التزامه المعايير المطلوبه. بالنسبه للناس اللي الخوف الزايد عندها، شيء من ايضا التفهم، لان التعامل التدريجي مع هذه الامور وايصال المعلومه الصحيحه من مصادرها راح يقلل من المخاوف المبنيه على معلومات مغلوطه. فبالتالي هني وايد مهم دور الناس المسؤولين عن جهات العمل أن يكون عندهم خطة. أنا دائماً بالفترة اللي طافت قاعد أتكلم عن وجود خطة للعودة، لأن مرة واحدة تقول حق الناس طلعوا من دون وجود خطة معينة، مثل ما تفضل بالتعامل مع نفسيات مختلفة، واحد مندفع، واحد متحفظ، واحد يبي يلمم الناس كلهم من زمان وشايفهم، واحد يبي حتى يبتعد 10 أمتار. فعندنا نفسيات وايد مختلفة، والتمازج في الفترة الأولى راح يكون شوية يشكل فترة انتقالية، أعتقد الكثير منها من الناس راح يتعلمون منها. نعم، يمكن هذه خاصة يعني بالموظفين بشكل عام. أنا ودي أتكلم شوي على الطلبة والطالبات، كونك يعني دكتور سليمان حضرتك أب وبنتك. أبشرك الأب، ترى حتى الناس
قاعد مسالنا دروسها على المولات بعد الحين يعني. اي اكيد احنا بعد ما صار على الكافيهات والمطاعم المولات اهم ايضا نفس الشيء. لكن دكتور يمكن حضرتك يعني في وسائل التواصل الاجتماعي في بدايه الازمه يعني من خلال بنتك مريم الله يحفظها المبتعثه لاستراليا يمكن انتشرت هذه المقاطع. اليوم في هاجس موجود عند اولياء الامور وايضا عند الطلبه والطالبات من العوده خاصه للمبتعثين خارج الكويت. في بعض الجامعات اليوم ارسلت لهم بان ممكن استئناف في الدراسة خلال الشهور القادمة، وهم عندهم أكيد خوف من المطار نفسه، من ركوب الطيارة، من غيرها من الأشياء الموجودة في الدول الثانية، من موجة ثانية من الفيروس. فشون ممكن اليوم الطلبة والطالبات نوجه لهم نصيحة من خلالك ومن خلال متابعتهم لك؟ أول شيء يعني أنا بالنسبة للمقطع الخاص ببنتي بقول شغلة بس جزئية، أن كثير من الناس يسألوني ها شلون صار على مريم، أقول لهم مريم ما رجعت، لأن مريم من الناس اللي قعدوا في أستراليا وقالوا لهم إذا طلعتوا برا أستراليا ما نضمن لكم متى ترجعون، فراح تأخرون سنة كاملة على المقام. فبالتالي هذه حالة الحيرة اللي أصابت العالم كله أثرت على الكثير من طلبتنا في استراليا في امريكا. حسب معلوماتي الكثير من طلبتنا في صحيح. امريكا تحديدا ما رجعوا، والسبب ايضا نفس الشيء ان عدم المعرفه الاكيده ان شو راح حصل عندنا في الفتره القادمه. لكن الشيء الايجابي عبد الله هو ان احنا الان قاعد نمر في تجربه هذه مو قاعد تاثر على بلدنا بس، يعني بلدنا مقصر وقاعد يتخذ كل الاجراءات بناء على الجهات يعني الجهات المعنيه، ولكن كثير من الناس كذي هالنظره التشاؤميه، لا اكيد بلدنا مو متابعه، مو يعني ما يمكن مو مثل امريكا، مو مثل اوروبا، مو مثل هالدول المتقدمه وهالشغلات هذه. الازمه اول ما ضربت الصين على طول ضربت إيطاليا، ومن إيطاليا اجتاحت أوروبا، ومن أوروبا اجتاحت أمريكا والعالم كله. فلا تحط في بالك يعني أنت كأب أو أنت كأم أو أنت كطالب مبتعث تبي ترجع لدراستك تبي ترجع للسفر، لا تحط في بالك أن العالم ما انتبه إلى أن هذه المشكلة ممكن تشله كله وتوقف اقتصاده وتأثر على نظامه الصحي في لحظة واحدة، وخصوصا مع وجود شبكة الاتصالات الشديدة التعقيد اللي موجودة الآن قاعد تنقل الناس بينهم بين بعض من بعض. فلا تتوقع أن الإجراءات الاحترازية اللي قاعد تقوم فيها الكويت ما راح تكون إجراءات مبنية على التعليمات اللي موجودة في أكثر البلدان تقدما. فبالتالي ما سيحدث في هذه البلدان الأكثر تقدما هو ما يتم أو ما سيتم تطبيقه في جميع بلدان العالم. لذلك ما سيسري على الأماكن الأخرى في العالم اللي سيطرت على الأمور هذه وقاعد تسوي الأبحاث وقاعد تسوي كل الفحوصات المخبرية لإيجاد حلول ولإيجاد تطعيمات ولإيجاد علاجات هو اللي راح يجري عليك في الكويت. والدليل على ذلك إن في الكويت الآن صار في تعاون بيننا وبين اليابان لحسب ما سمعنا طبعا من بعض المصادر يعني مجموعة من الدراسات البحثية بخصوص مجموعة من الأدوية. فبالتالي إحنا مو بمعزل عن العالم، احنا مو بمعزل عن العالم، والكثير من اللي قاعد يحصل من اجراءات احترازيه في كل بلدان العالم سيتم تطبيقها بحذافيرها، لانهم ما يتحملون كل مكان في العالم ما يتحمل شخص واحد بعد ممكن انه يركب وسائل التواصل او وسائل الاتصالات والطيران وغيره وينقل لهم مره ثانيه او يكون بدايه موجه ثانيه للمرض. بالتالي شوف الحافظ الله بالنهايه، وهذه هذا الموضوع راح نعديه السؤال هو دائما ان احنا راح نعديه باي ثمن. من البداية كلنا كنا نقول حق الناس إن يا أخوان ترى هذه أزمة راح تعدي، الحمد لله رب العالمين، البشرية عدت كثير من الأمور وبلدنا عدى الكثير من الأمور، لكن صحيح. السؤال هو أنتم بأي ثمن تبون نعدي نفس البلدان اللي عانت وراح منها آلاف الله يبعد الشر، ولا تبون نعدي نفس أكثر البلدان أو الكثير من البلدان اللي اتخذت الإجراءات اللازمة وقللت من تداعيات هذا المرض والوفيات وغيرها؟ هذا هو السؤال، لازم كل واحد فينا يسأل ضميره هالسؤال. نعم إن شاء الله يا رب نعدي دكتور سليمان هذه الفترة بأقل الخسائر على الأرواح طبعا. ويمكن من الأشياء بعد اللي دائما هاليومين قاعد نحس فيها من نهاية شهر رمضان هو النوم. موضوع النوم يعني للحين ما حد يمكن عدل نومه أو قاعد ينام متقطع، نومه مو كاملة. فتفكير المستمر هل هو يعتبر يعني السبب، خاصة أنه يمكن إحنا نحتاج أتوقع بعد هالفترة وبعد الحظر تبديل يكون كل القنفات اللي موجودة عندنا بالبيوت من كثر يمكن هذا النوم المتقطع؟
لا انا ذكرتني بنكته مالت سمير غانم في مسرحيه المتزوجون، يقول حق جورج سيدهم، يقول انا بقالي انا نمت شهر بحاله، شهر بحاله ما لقيتش ساعه ارتحت. هذا الوضع صح، نحن مرتاحين. احنا قاعدين يعني قاعدين في البيوت ونايمين وكذا والامور، لكن بالفعل جدول حياتنا اليومي ما هو صحي، او في الغالب يعني ما هو صحي، باعتبار ان احنا حياتنا تتقسم او نفرض على روحنا جدول معين بفعل الالتزامات اللي موجوده عندنا، وبحكم ان هذه الالتزامات معطله في هذه الفتره، الكثير منا يشوف ان ماكو عليه اي حافز او له اي حافز او شيء ضاغط عليه بحيث انه ينام مبكر، فبالتالي يبدي بالسهر. السهر بحد ذاته في الاجواء الاستثنائيه، وانا ما ابي اكون مثالي زياده عن اللزوم عبد الله، السهر بحدود معقوله كلنا قاعد نسويه. المشكله في وين؟ المشكله في ان نكمل نسنها ليه الصبح، و يعني ننام يعني على تقريبا بدايه الصبح وما نقوم الا العصر او المغرب. المشكله ان ضوء الشمس، وهذه علميا انا اتكلم معك فيها، ضوء الشمس له علاقه مباشره بكيمياء الدماغ، وخصوصا اماكن معينه في الدماغ لها علاقه بالسيطره على انفعالاتك، وهنالك بعض امراض الاكتئاب الموسمي اللي موجود في بعض البلدان في العالم اللي ما تجي عليها الشمس، وعلاجه يكون بالتعرض للضوء. فبالتالي احنا يعني لما يقول لك ان جعلنا النهار معاشا، زين بغض النظر عن القناعات الدينيه، لكن بالفعل معاشا بمعنى ان هذا لازم تقوم فيه، لازم تبذل مجهود فيه، لان مربوط في السليب سايكل السيركاديان ريذم مالنا، اللي هو حركه النوم واليقظه اللي موجوده عندنا على مدار ال 24 ساعه. اكثر مشكله تتسبب بالارق هي القلق، هذا حسب الدراسات العلمية، أكثر من 70% من حالات الأرق أو اضطرابات النوم تكون القلق والتفكير الزايد. هنالك جزء من الاضطرابات تكون بسبب، أو الأرق يكون بسبب بعض الحالات النفسية الثانية، وأيضا بعض المشاكل العضوية اللي ممكن تصير. إحنا الحين عبد الله قاعد نمر في شيء يسمونه adjustment disorder، اضطراب التأقلم. من ضمن أعراض اضطراب التأقلم ملامح القلق والتوتر بدرجة مو وايد عالية، بحيث أن الواحد خلاص فاقد السيطرة، ويعني يفكر مثلا لا سمح الله بإنهاء حياته والانتحار، منزعج بشدة. ومن ضمن الآثار المباشرة لحالة الانزعاج اللي تصيب بالكثيرين هي اضطرابات النوم. لذلك نقول حق الناس ما يخالف اسهر، بس حاول تنام أثناء الليل وتقوم شوية أثناء النهار، وحاول قدر استطاعتك انك تحاول تحافظ على جدول حياه صحي، سواء غذائيا او رياضيا. وترى الرياضه هني مو نصيحه يعني مثاليه، الرياضه في هذه الاجواء اكثر وسيله ممكن انك تسويها للمحافظه على اتزانك النفسي وافراز مجموعه المواد الكيميائيه اللي احنا نسميها هرمونات السعاده بشكل يغنيك عن الكثير من المساعدات الطبيه قد يكون. نعم، كل الأشياء اللي تفضلت فيها دكتور يمكن هي الأشياء اللي قاعد يتم حاليا في كل أو بعض دول العالم، علاج حتى حالات فيروس كورونا، تعرض للشمس، ممارسة الرياضة، تقوية المناعة بالنوم الأكيد في أوقات مناسبة. فأبي بالنهاية الدكتور يعني نصائحك دائما ذهبية حق كل المشاهدين والمتابعين اللي قاعد يتابعونك، وما شاء الله حتى في الانستغرام مو مقصر، مبدع في اللايفات اللي قاعد تصير مع مختلف الدكاترة والمختصين. فشنو الرسالة اليوم توجهها حق جمهورنا في ليالي الكويت؟ والله أنا أقول لك إياها، الرسالة هي دائما الإيجابية بحذر. بدينا الأزمة هذه وإحنا كنا قاعد نقول من البداية أن هذه الأزمة صعبة، ولكن حنعدي والحمد لله رب العالمين. الأيام قاعد تثبت أن كلامنا كان مو أنا، كلام الكل، كل المختصين وكل المتفائلين بحذر أن هذه الأزمة نعم صعبة، نعم استثنائية، لكن راح تعدي. هذه أزمة مختلفة، البشرية ما مرت بشيء من هذا القبيل. نعم البشرية مرت بأوبئة كثيرة، والأوبئة هذه حصلت أرواح وايد أكثر من هذه الأزمة، ولكن المرحلة هذه مرحلة مختلفة، لأن عندنا ثورة التواصل الاجتماعي اللي خلقت لنا آفاق جديدة ما كانت موجودة في الأزمات السابقة، من التواصل المباشر مع الناس ومن الاستفادة من تجارب العالم كله مع بعض البعض في نفس اللحظة. لذلك خلونا متفائلين، تحملنا الكثير، كلها كم من أسبوع إن شاء الله ونعدي ونرجع مرة ثانية، وأهم شيء الله يخليكم لا تخلونا نرجع للمرحلة الأولى. ترى أنا قاعد أعد
باقي لي كم اسبوع اروح الحلاق مو بحاله. الله يخليكم ساعدوني وساعدوا باقي الشباب انه يروحون الحلاقات نهايه الشهر ان شاء الله بالمرحله الخامسه هذه اتوقع. كل شكر لك دكتور سليمان على وجودك معنا. حبيبي عبد الله ما قصرت، شكرا للاستضافه الكريمه. حياك الله. اكيد. واحنا الحين مشاهدينا راح يكون معانا بعد شوي ان شاء الله اجواء رياضيه من خلال يمكن ضيفنا راح يكون معانا اكيد اللاعب الكبير بشار عبد الله، راح يتكلم عن اجواء الفن او اجواء فن اللعب في كره القدم في العالم. احنا عندنا تقرير الحين راح يكلمنا عن هذه الاجواء الرياضيه، خلينا نشوفه ونرجع معاكم في ليالي الكويت. يعيش نجوم الساحرة المستديرة أوقاتاً عصيبة بعد أن حاصر فيروس كورونا معشوقة الجماهير وأجبر اللاعبين على التواجد في منازلهم وحرم الجمهور من متعة الآهات التي تخرج من القلوب متفاعلة مع كل هدف جميل أو مهارة استثنائية. ووسط حالة الحصار التي يعيشها أبرز نجوم اللعبة، بدأوا في البحث عن وسائل مختلفة لملء وقت فراغهم في ظل تعليق المنافسات بسبب الفيروس المستجد. ولجأ اللاعبون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنتقل المنافسة من المستطيل الأخضر إلى السوشيال ميديا. شلون نقدر نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل يفيدنا؟ الصحة النفسية وأثرها. شاركونا عبر هاشتاغ ليالي الكويت مع صاحبة السمو السيدة بسمة آل سعيد، خبيرة في الصحة النفسية ومؤسسة عيادة همسات السكون وحملة نحن معك للصحة النفسية. وصاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد آل سعيد، أستاذ مساعد بقسم علم النفس من جامعة السلطان قابوس. غداً في ليالي الكويت. يلعب هلا بشار هو الجول. صنع من اسمه نجما يحسب له ألف حساب، قدم لكرة القدم الكويتية إضافات عديدة، أحد ألمع الذين صنعوا أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. بشار عبد الله ساهم في ترجيح كافة الأندية التي مثلها والفنيلة الزرقاء في أغلب الاستحقاقات. قادر على قراءة خط دفاع الخصم واختراقه بسهولة، كما يمتلك صفات القائد في الملعب وخارجه. اللاعب الدولي السابق بشار عبد الله شلون يقضي وقت فراغه في زمن كورونا؟ ومحاور أخرى بنتعرف على إجابتها الحين في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا لأي سؤال للاعب منتخب الكويت الوطني السابق بشار عبد الله، نبيكم تتفاعلون معنا من خلال هاشتاغ ليالي الكويت. حياك الله أبو عبد الله، منورنا في ليالي الكويت. الله يحييك، مساء الخير وسعيد طبعا. شكرا على استضافتي وسعيد ان اكون معكم الليله. مساك الله بالخير، اكيد ارحب فيك وارحب بعبد الله وياك منور الشاشه. وعبد الله كلمنا شوي سامعني. يمكن عبد الله سامعني؟ ايه يلا الحين بنسولف شوي مع الوالد ونسولف معك. ابو عبد الله قول لنا بالبدايه، يمكن وايد قاعدين يقولون انه ما تغير الجو والوضع على بشار عبد الله، لانه سواء بالحظر الجزئي او الكلي انت من زمان بيتوتي موجود داخل البيت. اي صح، هو شوف يعني هذا جانب فيه من الصحه، لكن اكيد ان الفكره انك في السابق صح انا يمكن دائما في البيت سواء بيتي هني او بيت الوالد، يعني مو من النوع اللي اطلع او عندي يمكن طلعه واحده اسبوعيا او كل اسبوعين ثلاث اسابيع طلعه واحده، لكن الفكره انك تطلع وقت ما تبي. ان وقت ما تبي تروح قهوه تروح قهوه، وقت ما تبي تروح مطعم تروح مطعم، وقت ما تبي تروح مول تروح سينما. هذه الفكره اللي كانت موجوده في السابق اللي الحين طبعا مو موجوده. يعني صحيح ان انا بيتوتي، صحيح ان انا احب اقعد البيت، لكن ايضا احب ان متى ما فكرت ان اروح سينما اروح سينما، متى ما فكرت ان اروح قهوه قاعد بقهوه استمتع بالاجواء اروح. فحتى يعني
أنا دائما أكلم ربعي اللي أعرف أنهم يحبون يطلعون ويحبون يروحون ويحبون الحياة الاجتماعية، أقول لهم يعني إذا أنا البيتوتي أحيانا أفكر أن أبي أطلع أبي أروح، فما بالكم يعني أنتوا الناس اللي تحب تطلع. لكن بالنهاية هذا يعني وضع استثنائي، صحيح. إن شاء الله يعدي عن قريب إن شاء الله ونرجع حياتنا الطبيعية سواء كان في البيت أو برا البيت ان شاء الله. يا ابو عبد الله، يمكن ذكرت موضوع الكافيهات السينما بس ما قلت سالفه اللعب، لعب الكره، يعني يمكن قبل بان اسبوع او شهر تلعب شوي، الحين بهالفتره ايش قاعد تسوي؟ صح، هذه يعني بلا شك هي اطول فتره مرت علي بحياتي ما العب فيها كره بلا شك، واطول فتره بوايد يعني يمكن قبل اوقف اذا كلش وقفت بالصيف لما كنت العب كره عشان ارتاح كلش ثلاث اسابيع حدي أوقف ما ألعب كرة. الحين أنت تتكلم يعني من شهر فبراير يمكن آخر مرة لعبت كرة، تتكلم عن 14 يعني بحياتي يعني بفارق شاسع جدا، هذه أطول فترة ما لعبت فيها كرة. فأيضا هذه من الشغلات، أنا كنت أسبوعيا يعني مع ربعي اللاعبين القدامى الشياب أسبوعيا نلعب كرة كنا كل اثنين، فحتى هذا موضوع لعب الكرة يعني فقدته وما أدري يعني شلون الحساسيه الحين اذا رجعت العب كره. فايضا هذه من الامور اللي فعلا فقدناها كرياضيين يعني. ان شاء الله يا رب تعود كل هذه الايام وهذه الالعاب الجميله. خلينا نسال شوي عبد الله قل لي، قاعد شنو تسوي بالبيت مع الوالد؟ قاعد في العاب معينه قاعد تلعبونها داخل البيت؟ العب بلاي ستيشن. من اللي يفوز عاد؟ انت ولا ابوك؟ كيرم ما يلعب ابوي. كيرم من اللي يفوز بالكيرم؟ اكيد الوالد. لا انا يمكن ابو عبد الله يعني الفتره اللي طافت هي وايد صعبه خاصه على الاطفال او الشباب يعني الصغار اللي كنت يمكن تحب تطلعهم من هذه الاجواء بطريقه معينه، اليوم حاشهم الملل يعني داخل البيت، شلون قاعد تتعامل معاهم؟ والله يعني هذا موضوع مهم للامانه، يعني نحتاج الى يعني الاخصائيين النفسيين، نحتاج الى أخصائيين اجتماعيين، إلى يعني في هذا المجال، لأن فعلا مثل ما ذكرت يعني يمكن احنا ممكن نتفهم الوضع، ممكن نتفهم انه ما نقدر نطلع، ممكن نتفهم انه بس الأطفال أو المراهقين، أنا عندي بنتين مراهقين كانوا متعودين يطلعون يروحون مع أمهم مع ربعهم، الحين شلون تفهمهم انه ما يقدرون يطلعون ما يقدرون يروحون؟ حتى لو يعني أنا عندي بناتي اليوم الثنتين طلعوا بس يمرون يعني رفيجاتهم يطلون عليهم من دريشة بس من يعني فخلاص ملوا، فعلى يعني ما ودك شد عليهم، بنفس الوقت ما ودك ان الله يقول يصير فيهم شو او ياخذون الفيروس. فهذا الجانب فعلا انا يعني اتمنى ان يكون في جانب نفسي اكثر وجانب اجتماعي، ان شلون تعامل مع هالظروف، شلون تعامل مع عيالنا مع بناتنا مع عيالنا اللي كانوا متعودين يطلعون متعودين يجون، لكن الان هم محكورين في البيت 24 ساعه سواء مهما يكون عندهم بالبيت بلاي ستيشن، العاب، اهلهم معاهم، لكن بس يحتاج يطلع، يحتاج يغير جو. الحمد لله كان يعني كل ويكند يروحون الشاليه شوي يخفف، لكن فعلا صعب على الاطفال، صعب على المراهقين، يعني حتى علينا يعني هالفتره عقب الفتره اعتقد كلنا راح نحتاج ان يعني ما بقول نتعالج نفسيا، يعني ما وصلنا ان شاء الله لمرحله، لكن ان نقعد مع نفسنا ان شلون نتعدي هالمرحله من الناحيه النفسيه، من ناحيه الوضع المو طبيعي، الوضع الغريب اللي مرينا فيه، لكن ان شاء الله يعني مثل ما قلت لك يعني ازمه وتحدي، لكن ان شاء الله يا رب نحاول نقعد معاهم نكلمهم ان هذا وضع استثنائي، وضع ان شاء الله فتره وتعدي، ان الافضل لكم ان الحين تقعدون بالبيت تقعدون معانا، لكن مثل ما قلت لك هذا يعني مراهقين واطفال صعب انك تعرف شنو يفكرون فيه. صحيح، اكيد ان شاء الله يعني ترد الايام هذه الى طبيعتها وتجمعون مره ثانيه، ويمكن كل هذه الحالات اللي طلعت لنا من حالات يمكن نفسيه تخف مع الايام. احنا ابو عبد الله مجهزين لك مجموعه من المداخلات من زملائك في الوسط الرياضي، اول مداخله راح تكون معانا من الكابتن والدكتور جاسم الهويدي، خلينا نشوفها مع بعض وبعدين نعلق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بشري شلونك؟ أول شيء أنا سعيد أن أكون وياك اليوم بحلقتك، ويعني بشار بالنسبة لي أخ كسبته عن طريق المستطيل الأخضر، سواء بالنادي أو بالمنتخب، لعبنا لسنوات طويلة مع بعض، شكلنا أفضل ثنائي بالكويت. ويمكن من المواقف اللي صارت لي مع بشار مباراتنا مع المنتخب الإيراني بتبريز بإيران، وكان علينا وقتها كان مطر والأرضية سيئة، وكان واحد قاعد يلعب مان تو مان مع بشار وقاعد يلعب وياه قوي وقاعد يطقه ويأذيه، وبشار طلع من اللعب يعني مكان متنرفز لأنه مو قادر يلعب بحرية أكثر، لأن بشار هو لاعب مراوغ وفني وبنفس الوقت يصنع ويهدف، وهذا كان مضايقه وقاعد يلعب وياه خشن. فأنا كنت ملاحظ الوضع هذا أنه مضايق بشار، فقلت حق بشار بالكورنر خليك قدامي، أول ما تلعب الكرة تعال صوبي وخله هويني. فأول ما ياني سبحان الله وسكته يعني بوكس على وجهه، طبعا تدمر الوي الإيراني، فعصب خلى بشار يلعب على كيفه وبدأ يركز معي على أساس أنه ياخذ يعني حرته، ولكن مدرب إيران استبدله من الملعب وطلعه وبدأنا نلعب مع بعض، وسجلنا هدف على المنتخب الإيراني وصناعة بشار وأنا سجلت الهدف. وعبد الله ما ادري اذا سمعتك يقول لك الكابتن جاسم الهويدي قاعد يذكرك بالموقف اللي صار مع المنتخب الايراني. انا سمعت البدايه للامانه، يعني ما سمعت الموقف لكن سمعت البدايه، يعني ان مدافع اعطاك بوكس بال يمكن ناس ما قال يعني هو إن يعني كنت انا مسالم لما كنت العب كره، يعني كنت لكن جاسم و مجموعة من اللاعبين يعني كانوا يأخذون حقي دائم، يعني كنت دائما أتعرض للضرب المضايقة، ما كنت أحب أحتك، لكن جاسم يعني ما شاء الله جاسم يعني بداخل ملعب جسم، فكان دائما يأخذون حقي يعني. فجاسم مثل ما ذكر يعني أخوي وزميلي داخل ملعب، وعلاقتي معه برا ملعب ومستمرة يعني لي أمس وأنا كنت أكلمه في التلفون، فأشكره على المداخلة وأشكره على الدفاع عني من 20 سنة. الله إن شاء الله يعني يدوم هالمحبة والمعزة بينكم. اليوم يمكن الدوري الأسباني والدوري الألماني تم استئنافه كابتن بشار، وفي هذه الظروف بعدم يعني حضور الجمهور داخل الملاعب، فودي نتكلم اليوم عن الكويت، هل شايف أن الوضع عندنا بالكويت مهيئ لرجوع النشاط الرياضي؟ أعتقد إلى حد ما يعني مع بعض أكيد مع إجراءات احترازية، إجراءات صحية وقائية مهمة لازم تكون موجودة، بعدها ممكن يرجع النشاط أيضا بدون جمهور. يعني صحيح يمكن إحنا الجمهور عندنا مو نفس إسبانيا نفس ألمانيا وإنجلترا، أكيد ما فيها كلام هذه، لكن أيضا في مباريات القادسية الكويت خصوصا الجماهير الآن متعطشة أن تشوف مباريات فممكن تحضر، ف أكيد بدون جمهور مع إجراءات احترازية مهمة. يعني طبعا أشكر الاتحاد الكويتي، أذكر في بداية الأزمة أول ما بلش الموضوع يمكن كان من أوائل الدول اللي وقفت النشاط الرياضي كانت دولة الكويت، صحيح، وأنا كنت للأمانة يعني لازم أعترف أن كنت معارضين للخطوة لأن حزتها ما كان في شيء يعني، لكن مع الوقت أثبت أن القرار هذا صحيح وجاب وقته، وبعدها كل الدول يمكن بدأت تأخذ نفس القرارات من ناحية اللي هو إيقاف النشاط الرياضي. الآن اللي سمعت أن وزارة الصحة سمحت يعني للجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة وأيضا للاتحاد الكويتي أن ينظرون في عودة النشاط، أكيد يحتاج نظام يحتاج طريقة يحتاج أيضا، أنا مؤيد أنه يرجع النشاط لكن إجراءات وقائية وإجراءات صحية مشددة. نعم، يمكن على ذكر يعني هذه اللعبة بشكل عام ودي أسأل عبد الله، عبد الله من تشجع بالكويت؟ كويت سالمية. سالمية سلماوي أكيد ولا خايف من الوالد؟ إيه مو بكيف، هذه مو بكيف، هذه مو بكيف، شوف برا بأوروبا كيف خي يختار اللي يبي، بس بالكويت مو بكيفهم يختارون. ما في ديمقراطية داخل البيت.
طبعا ابو عبد الله احنا عندنا عده مداخلات مثل ما قلت لك. احنا سوافين ناس ما سوافين ابويا سوافي. الله يخليه ان شاء الله ويحفظه. عندنا مداخله من عبد العزيز حماده، خلينا نشوفها مع بعض ونتواصل معكم. مساكم الله بالخير، الله يعطيكم العافيه. اسال الله تعالى ان يرفع عنا وعنكم وان يدفع عنا وعنكم بلاء ووباء يا رب العالمين. سعيد جدا انا بمشاركتي في هذا البرنامج من اجل النجم ابو عبد الله بشار عبد الله، اللي انا في قراره نفسي سعيد جدا بان اكون واحد من الناس اللي مثلا يعني لعب ودرب بشار عبد الله. دون شك ابو عبد الله نجم كبير. أبو عبد الله إن لم يكن أفضل فهو من أفضل نجوم الكرة الكويتية. أبو عبد الله صاحب إحصائيات كبيرة جدا، 75 هدف، 3 أندية خارجية، العين، الهلال، الريان القطري على التوالي أقصد، يعني وإن كانوا مختلفين شوية بالترتيب، لعب بنادي الكويت ولعب نادي طبعا بالإضافة إلى نادي السالمية، فهو تاريخ حافل جدا. 75 ووقف يعني 75 هدف أعتقد يمكن رقم كبير جدا هذا، وأيضا مباريات دولية كانت كبيرة. اللي عارف أن أبو عبد الله طاف الرقم المئوي كبير جدا، يتبقى أحد هو مع أخوان اللاعبين اللي قدموا للكرة الكويتية، ويبقى أبو عبد الله مميز. أبو عبد الله من أتى في أول تدريب له تعلم تمام أن أيامها كان هو نجم. يعني حياكم الله مشاهدينا، نتواصل معكم مع اكيد اللاعب الكبير بشار عبد الله. يمكن سمعنا هذه المداخله من عبد العزيز حماده وهو قاعد يثني عليك على الاهداف الجميله، وايضا يعني مو غريب على المشاهد بان حضرتك يعني اعتزلت من 15 سنه، لكن حضرتك ما زلت ضمن 10 اللاعبين اللي تسجيل لاكثر اهداف دوليه، فشنو شعورك ابو عبد الله كونك للحين محافظ على هالرقم؟ أكيد يعني شوف، وقتها لما كنت ألعب كرة ما كانت هالأمور ببالي، وأنا أعتقد أن هذا شيء يعني سلبي مو إيجابي، لأن لما أشوف الأرقام يعني أو لما أشوف الجداول، قبل ما كان في السوشيال ميديا ما كان في إحصائيات من النوع، أو حتى لو كان في ما توصل لنا إحنا. الآن في السوشيال ميديا لو أي شيء ينعرض أو أي شيء ينعرض عني أو أي ناس ربعي يدزولي، ناس ما أعرفهم يدزولي، فلما اشوف يعني هالاحصائيات على كثر ما انا اكون سعيد طبعا ان اسمي ينذكر من ضمن افضل 10 لاعبين سجلوا اهداف في التاريخ، على كثر ما انا تمنيت انه يعني يكون وقتها كنت اعرف ان انا من انه موجود بالاحصائيه، لان اكيد راح ممكن راح تفكيري بالاعتزال ممكن يتغير، حتى يمكن إذا كنت أقدر أقوم راح أقوم ما راح ألعب. ففي شغلات معينة يعني ممكن تأثر على قراراتك وانت تلعب كرة، فسعيد طبعا ودائما أكون يعني سعيد بالأرقام، لأن هذه أرقام فردية خاصة فيني، يمكن الجوائز بطولات المنتخب وإنجازات المنتخب فريق الكويت كلها، لكن هذه الأرقام يمكن تكون خاصة باللاعب بشكل فردي، تبقى معه هو بشكل فردي، فأكون سعيد فيها، وبنفس الوقت جزء صغير فيني يمكن يندم على بعض اللحظات اللي ما كنت أقدر اللي كنت أقدر أزيد فيها الأرقام. نعم أكيد، ولكن حب الجمهور لك ومتابعتهم لك خلال يعني الفترات السابقة، وأيضا من خلال تفاعلهم اليوم من هاشتاج ليالي الكويت، في عندك تغريدة تقول بشار من أجمل أهدافه محفور في الذاكرة في كأس آسيا 2000 في لبنان على المنتخب السعودي، وأيضا الجيل السابق بشار عبد الله وجاسم الهويدي ما زالوا ما شاء الله محافظين على لياقتهم ورشاقتهم، برافو عليهم. شوف موضوع الـ الرياضة بعد الابتعاد عن الكرة شوي ضايقني الموضوع، يعني أنا وايد نفس التغريدة أو نفس الرأي ألقاه بأماكن وايد، أنه ما شاء الله لحينك محافظ، ما شاء الله لحين جسمك كأنك لحين لاعب، ما شاء الله يعني أنا لاعب كرة وأنا رياضي من وأنا عمري 10 سنوات، فالمفروض أن هذا الطبيعي. صحيح، يعني شلون تيجي تقول حق رياضي أو شلون تيجي حق لاعب كرة إنه والله أنت للحين رياضي؟ أنا رياضي، أنا من وأنا صغير رياضي،
إذا صار شيء ثاني، إذا تركت الرياضة، إذا أهملت، هني تقول أنت شلون تارك الرياضة، شلون مهمل نفسك. لكن بما أني رياضي، مو المفروض أن الناس تستغرب أن أنا والله للحين أمارس الرياضة. هذه العقلية أو هذه الفكرة السائدة أن الواحد بس يعتزل لازم يترك الرياضة، أتمنى أنها تتغير عند الجمهور أولاً وعند اللاعبين طبعاً. نعم، يمكن لأن كان في فترة من الفترات بعض اللاعبين يمكن تغيروا كرشوا وبعد ما تركوا الرياضة، فيمكن ظل عند الناس هذا الموضوع. إيه يعني تقول لازم تغير، حتى عند اللاعبين، حتى عند الرياضيين لازم تغير، لأنهم قدوة يعني. صح. لما يشوفون الرياضي أو لما يشوف الناس شخص عمره 40 أو 45 وللحين محافظ، الصغار راح يقولون يعني إن إذا هذا محافظ أنا لازم أحافظ يعني. صحيح. أنا الناس أصلاً يعني يجوني شخصياً لما أروح جيم ولما أروح نادي يقولوا لي لما نشوفك تركض وأنت بهالعمر على الجهاز أو لما نشوفك تمرن، إحنا صغار يعني نقول إن نبي إذا هو تمرن كذي إحنا لازم يعني، هم يضيقون خلق إن أنا شايب، لكن بنفس الوقت إن أنا قدوة يعني. لا بعد أكيد لك طولت العمر. إحنا عندنا بعد مداخلة من اللاعب الدولي السابق جمال المبارك، خلينا نشوفها مع بعض أبو عبد الله. مساكم الله بالخير، برنامج ريالي الكويت وعلى ضيفكم العزيز والغالي بشار عبد الله. أنا أذكر في أحد المواقف هذه ما أنساها طبعا، في كأس الخليج 96 كنت ويا بشار عبد الله قاعد أمشي، كان بشار عبد الله احتياط. قلت له بشار ودك على يوم تنفرد بمباراة نهائي وتيب كأس الخليج حق الكويت؟ تقول الله هذا حلم جمال لو يصير. فسبحان الله تحقق بنفس البطولة مباراة الكويت مع منتخب قطر انفرد وسجل هدف. سبحان الله نفس المكان اللي كنا نتمشى، نفس المكان هني بداية الهجمة يعني صارت. لله الحمد توفق ابو عبد الله، بس عمره ما ذكرها، حارني ليش ما أدري. السلام عليكم وموفقين. أكيد يعطي العافية للكابتن الكبير جمال المبارك على مشاركته في حلقة بشار عبد الله. بتكلم شوي على أمور أبو عبد الله، خاصة يعني في يمكن في ناس يعني قالوا إن كان بشار عبد الله في قمة عطائه في فترة من الفترات واعتزل. هل يضايقك هذا الموضوع مثل ما يضايقك موضوع طبعا إنك يعني للحين رياضي وغيره؟ وهم إذا عندك تعليق على موضوع جمال المبارك تفضل. لا هو يعني شوف، موضوع جمال مبارك أول شيء هو أنا أقول لك ليش ما أذكره، لأنه ما شاء الله مو معطيني مجال أذكره، كل مقابلة كل لقاء يطلع يقول هالحادثة فمو معطيني الجمال. بس جمال ترى من الناس اللي وقف معاي وقفة في بدايتي، يعني لما في المنتخب الشباب والأولمبي والأول أنا كنت صغير وكنت يعني انطوائي واستحي، وكانوا ساعات يمكن تدري بالباص يطنزون، فكان دائما يدافع عني لين لعب المنتخب أول وكبرنا، وهو كان يعني دائما دافع عني. فجمال اخوي الكبير ومن الناس اللي افضلهم علي كبيره. بالنسبه حق موضوع الاعتزال، يعني هو يعني يسعدني لما يقول والله انت انك اعتزلت بقمه مستواك، او لكن اذا جت بجانب اخر لما يقول لك والله انت تنازلت او تركت المنتخب وانت بقمه مستواك، تركت المنتخب وانت تقدر تعطي، هني اضايق، لانه يمكن الناس تشوف ان انا بقمه مستواي او الناس تشوف ان انا اقدر اعطي، بس ما حد يعرف عطاء الشخص إلا هو نفسه. صح. أنا داخل أعرف أنا أقدر أعطي ولا ما أقدر أعطي. الموضوع مو بس فنياً، موضوع نفسياً، جاهزية، وعندي أسرة كانت، وعندي بيت، وعندي فأمور كلها تدخل بموضوع قرار الاعتزال أو قرار ترك المنتخب أو ترك الكرة. فما أضايق، لكن ما أقدر أشرح ليش أنا أخذت القرار، لأنه يعني موضوع طويل ومتشعب. بس اللي أقدر أقوله إن القرار هذا ما حد يقدر يتخذه إلا الشخص هو فقط. ممكن استشير ناس، ممكن أجس نبض، لكن بالنهاية القرار لي أنا، فلما أخذه سواء كان صح أو غلط أنا أتحمل تبعاته. نعم، يمكن يعني تفضلت وقلت ان موضوع قرار الاعتزال كان لاسباب كبيره يطول شرحها، لكن ودي اسال سؤال، انك للحين زعلان من لاعب فهد الانصاري بسبب اكيد في مباراه اعتزالك صار في موقف، احنا مو عارفين شنو الموقف بس عارفين انك زعلان، فتقدر تقول لنا شنو هذا كان الموقف؟ لا هو الموقف ان في مباراه اعتزالي ضد مصر، كانت المباراه الاخيره طبعا لي مع المنتخب، فكانت الكرة يا صوبي وكنت راح أسجل هدف يعني، وبالنسبة لي إنك تسجل هدف في مباراة اعتزالك هذا شيء يعني قلة من اللاعبين يقدرون يسوونه.
فقبل لا احطها هو يا قبلي وحطها في الجول. فالجول احتسب له مو لي. فيعني كل مناسبه اذكره فيها كل مكان. يعني الحين صار له سنتين بالضبط وانا ما يعني مو مخلي كل مكان اذكره واذكر الناس لكن لما تي تحسبها يعني شوف انا كنت يعني سجلت 3 أهداف على منتخب مصر في منتخبات معينه الهدف عليها لا 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 قيمه منتخب مصر منتخب ايراني منتخب السعودي فما اقدر اقول فهد اصلا ما يدري ان انا كنت ورا لكن حتى لو يدري وسجل ما راح الومه لان انك تسجل هدف مع المنتخب مهما كان لا طعم فما بالك اذا كانت مباراه كبيره ومنتخب مصر كان متجه الى كاس العالم صحيح. فلا مو زعلان منه بس راح اظل ذكره فيها يعني. نعم لما نقول لك ابو عبد الله نادي الهلال منو تذكر من اللاعبين اكيد الكل يعني كلهم اخواني وربعي نواف يوسف سامي كل الفريق اللي لعب معي ذيك الفتره ما انساهم يعني وعلاقتي فيهم ممتده الى الان طبعا منو اللي كان يخليك تنفرد يعطيك انفرادات صانع اللعب ثنيان افضل لاعب لعبت معه بحياتي قول الو عيل معانا ابو عبد الله الو الكابتن السعودي السابق يوسف الثنيان سامعنا مساك الله بالخير وحياك الله هلا مساك الله بالخير يا عبد الله مرحبتين يا هلا فيك معانا الكابتن الكبير بشار عبد الله والله هلا ابو يعقوب مرحبتين والله كيفك يا بشار شو اخبارك بعمرك طيب كيف الاهل والاخوان الحمد لله صحة وعافية سعيد جدا نسمع صوتك اليوم هذه الساعة مباركة الحمد لله الله يسلمك سعيد جدا نسمع واشكر تلفزيون الكويت اشكر تلفزيون الكويت واشكر ليالي الكويت انه خلوني اليوم اسمع صوتك وقبل ما يلعب في الهلال صراحة يعني مثل الوطن الكويت الحبيبة خير تمثيل وانا من اللاعبين الحقيقة اللي تشرفت اللعب معهم فبشار وجاسم صراحة يعني من اللاعبين الجيدين واللي لعبوا في نادي الهلال طبعا فتره نعم ما ادري التواريخ انا ما اتذكرها بس ما بس كابتن يوسف يعني نبي نعرف شنو اللي كان يميز بشار عبد الله كمهاجم ترى ما شاء الله عليه لاعب ذكي ومهاري ما شاء الله عليه اي لاعب ذكي وما شاء الله عليه ومهاري و صاحب سبرنت طبعا ويعني لما كنت انا طبعا خلف المهاجمين ف كان في تفاهم بيني وبين البشار الحقيقه في انه كيف اوصل الكره البشار يعجبني في تحركه سواء كان مثلا كلاعب عمق او حتى لو لاعب احيانا كلاعب طرف نعم. بشار لاعب كبير وانا استمتع لما اشوفه صراحه نعم وايضا بشار يعني قبل شوي قال انه من افضل الناس اللي لعب معاهم واللي كان يصنعوا له الاهداف وهو حضرتك فابو عبد الله نعم. شنو تقول عن زمالتك بالكابتن السابق يوسف ثنيان يعني شوف يوسف انا كنت يعني معجب فيه قبل لا العب يعني قبل العب اروح ثلاث سنوات نعم كنت معجب فيه قبل أروح هلال بسنوات فيمكن هو ما يعرف إنه في مرة من فترات كنت أنا يمكن تحت 16 ويو كان هو أيضا يعني في بداية أو في منتصف يمكن مسيرته ويو الكويت يلعبون ضد الهلال ضد العربي وكنت أحرص إني أقابله ما قابلته لكن كنت حريص جدا إني أقابله كنت لاعب صغير فإن بعد سنوات أروح ألعب معاه فريق واحد ويعني كانت بالنسبه لي واحد من اللي القرارات اللي خلتني اختار نادي الهلال كان ان ابي العب مع يوسف ثنيان وكان قرار يعني بمحله لان استمتعت متعه ما توصف باللعب مع يوسف وانا دائما اقول يوسف هو افضل لاعب انا لعبت معاه بحياتي افضل لاعب لعبت معاه بحياتي يوسف فارق شاسع عن البقيه نعم اكيد هذه اهم شهاده من لاعب الاستاذ يوسف وهو كان قاعد يقول ابو عبد الله انه من افضل الناس اللي لعب معاهم واللي كان يتابعهم قبل لا يكون كزميل لك في الملاعب الله يطول عمرك والله طبعا هذه شهاده اعتز فيها الحقيقه وانا زي ما ذكرتك الحقيقه يعني بالشر من اللاعبين اللي انا تابعته طبعا من خلال
نادي السالمية من خلال المنتخب الكويتي الوطني. فكان لاعب يعجبني الحقيقة، ولاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا. فكل التوفيق والله اللاعب الكبير بشار، وإن شاء الله أنه نلتقي إن شاء الله يوم من الأيام بإذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. كابتن يوسف، احنا قبل شوي قاعدين نشوف ونقول للكابتن بشار عبد الله بان اعتزاله كان مبكر شوي، وهذا راي الجمهور بالكويت. حضرتك شنو شايف؟ هل هو استعجل في موضوع الاعتزال؟ طبعا تعرف قرار الاعتزال بيد اللاعب بيد احد، واكيد انه يمكن اختار الوقت اللي هو يشوفه طبعا حسب نظرته. لكن الحقيقه يعني بشار قدم يعني مواسم مع خاصة طبعا مع نادي أو مع المنتخب الوطني أو حتى نادي الهلال عندنا هنا، وقدم الحقيقة مستويات كبيرة جدا، وبطولات حصلها طبعا مع المنتخب الوطني سواء كانت دورات الخليج أو مشاركته طبعا ككل. يعني بشار يعني من اللاعبين القلائل في السرعة وفي المهارة وفي الذكاء. طبعا تعرف منطقة رأس الحربة مش أي لاعب يعني صح. ممكن أنه يعني يكون متواجد فيها. يعني بشار فعلا خلق هذا اللاعب في هذه الخانة، يعني كلاعب رأس حربة فعلا تمكن وعنده إمكانيات كبيرة. طبعا الاعتزال هاي طبعا يخص اللاعب، بس ما أدري يعني أشوف أنه يعني ما شاء الله أعطى مسيرة رياضية على مستوى عالي، وبعدين الرجل ما شاء الله تبارك الله يعني يملك من غير أنه لاعب كبير ما شاء الله تبارك الله، وإمكانيات اللي أعطاها إياه الله سبحانه وتعالى أنه الرجل على خلق صراحة يعني. وهذه طبعا من مكاسب دائما اللاعبين المميزين. فالقرار زي ما قلت لك يعني القرار هذا في يد دائما اللاعب، الاعتزال في يد اللاعب. نعم. إن شاء الله بس ما يكون عنده طبعا تعرف احيانا يكون الواحد مشارك للاعب طبعا لما يكون كثر المشاركات، بس هو كان مع نادي او مع منتخب او مع النادي وكذا، فمثلا هو دائما يحد اللاعب ما يحد اي شخص اخر. صحيح، اكيد هذا نفس الموضوع اللي تفضل فيه الكابتن بشار عبد الله. ابو عبد الله، اذا حاب تقول كلمه حق ابو يعقوب قبل لا نختم على الاتصال تفضل. طبعا اشكر يوسف على مداخلته، واشكركم انت وتلفزيون الكويت برنامج ليالي الكويت اللي خلاني اسمع صوت يوسف. يوسف انا معجب فيه كلاعب قبل لا العب معه، ولما لعبت معه اعجبت فيه اكثر، واخ عزيز، وشكرا على مداخلته. اكيد حياك الله الكابتن يوسف ثنيان، اشكرك على وجودك، وتحياتنا لكل اهلنا في المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله ايام هذه تكون يعني ايام يعني تعدي على اهل المملكه واهل العالم كله بشكل عام. اتمنى لكم السلامه يا رب. الله يسلمك طول عمرك، الشرف لي، والله يوفقكم، وسال الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنكم هذه الغمه، ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه وافضل باذن الله تعالى. امين، وان شاء الله ترجع الرياضه مره ثانيه باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب، وتشرفنا الكويت ونستضيفك هني في ليالي الكويت. كل الشكر لك على وجودك معنا. الشرف لي طعمك، الشرف لي. شكرا الكابتن سعودي السابق يوسف ثنيان على وجودك. الله يحفظكم، شكرا، حياك الله. وعبد الله، نرجع نتواصل معاك خلال هذه الدقائق القليله اللي بقت لنا. يمكن في ناس تقول ان خسرنا بشار عبد الله بالملاعب، وتكلمنا شوي عن هذا الموضوع. الحين ودي اتكلم عن موضوع الرياضه. يعني بعد الازمه هذه في يمكن بعض القوانين الرياضيه كونك لاعب تشوف انه تحتاج بعض التغييرات اللي تصير بعد ازمه كورونا. هو الان اوريدي يعني الفيفا اصدر بعض القرارات، يعني ان في 5 لاعبين يتبدلون، موضوع الانتقالات، موضوع الصفقات، حتى ابطال اوروبا راح يكون نظام مباراة واحدة. كل هذه امور وايد راح تتغير، حتى من الناحية المالية، حتى اسعار اللاعبين، حتى وايد امور راح تتغير. حتى الجمهور لما يرجعون ما اعتقد انه راح يرجعون يعني بشكل كامل، يمكن 30-40%. اكيد هذه الازمه يمكن ما مرت علينا احنا، او ما مرت على كره القدم وعلى الرياضه وحتى على العالم كله نفسه. فاكيد ما راح يرجع العالم نفس ما كان من قبل، وخصوصا كره القدم، خصوصا الرياضه، امور كثيره راح تتغير الفتره القادمه.
نعم، يمكن احنا متعودين في الملاعب خاصه يعني في الدوري الاسباني الاوروبي الالماني ان يكون الجمهور حاضر في الملعب، وهذا يعطي دافع اكيد للاعبين خاصه في مئات والاف الناس الموجوده. فاليوم تحس انه راح يفرق اداء اللاعب خلال هذه الفتره القادمه بدون جمهور؟ بلا شك بلا شك. يمكن الحين هم قدروا يحلونها من ناحيه المتفرج، يعني الان لما نشوف مباريات الدوري الاسباني او الالماني وتوقع نفس الشيء الاسبوع الجاي الانجليزي راح نشوف ان في جمهور. هو طبعا ما في جمهور لكن ديجيتال صوره مركبه ان في جمهور، راح تسمع في صوت جمهور، لكن هذا احنا كمشاهدين نشوفه، بس اللاعب داخل الملعب صمت مطبق، راح اللاعبين يسمعون نفسهم وما يتكلمون، راح يسمعون صوت المدرب، راح يسمعون حتى السيائر اللي بالشارع تمشي. فهذه الامور كلها تاثر على اللاعب، شعور مباراه ان تكون مباراه وديه مو مباراه رسميه. فاحنا كمشاهدين ممكن قدروا نوعا ما الى حد ما يعوضوننا بهالتكنولوجيا، لكن اللاعب ما في شيء يعوض عن الجمهور. نعم، على ذكر الدوري الاسباني والانجليزي، عبد الله لما نشوف شنو يشجع باسبانيا وانجليزي، شنو تشجع عبد الله؟ ريال مدريد اسباني. وانجليزي؟ ما هدي احد. مانشستر لا، مبين الوالد فارض عليك، يعني مو بس سالميه، حتى بالدوري الاسباني والانجليزي. انت مختارهم عبد الله ولا ابوك قايل لك؟ ها لا انا مختارهم. خلاص انت بس السالميه. ابو عبد الله، شنو الشيء اللي تحسه يعني كان ناقص في مسيرتك مع كره القدم، او شيء ما حققته وكنت ناوي تسويه؟ شوف، هو بلا شك يعني لعب كاس العالم بالنسبه لي من بديت العب كره وانا صغير، هو حلم ان امثل منتخب الكويت في كاس العالم. ويمكن احيانا في سنوات كنت أشعر أنه قريب، وفي سنوات كنت أشعر أنه يستحق أن نوصل كأس العالم، لكن أشياء بسيطة يعني كان سببت أن احنا نخرج. لكن هذا حلم لي يعني ما تحقق، وراح أشعر يعني عمري ما راح أشعر أن مسيرتي كاملة للأمانة، مهما فيها أرقام، مهما فيها إنجازات، مهما فيها، لكن لأن ما سويت الشيء اللي أنا أحلم فيه، أو ما سويت لي شيء أنا أصلاً لعبت كرة عشانه، راح أشعر أن مسيرتي ناقصة. نعم، عندنا سؤال بالتويتر يقول هل بشار له أهداف بأنه يدرب في المستقبل؟ ممكن نشوفك مدرب؟ لا لا، التدريب يعني كلش مو بالي، يعني لا المدى القريب ولا البعيد أبدا. يمكن أنا أعرف نفسي، يمكن ما أصلح تدريب ولا حتى إداري، يعني مو شرط أن تكون لاعب زين أو أنك لاعب. الإداري خلنا نقول إداري على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط لا، من المستقبل ممكن إذا تعدى الوضع في الكويت الوضع الإداري ممكن أكون إداري، لكن خلنا نقول بعدين، يعني بعدين وايد. لكن فنيا مدرب لا، بعيد جدا. لكن برز اسمك عبد الله في موضوع التحليل الرياضي، يعني وهذا بشهادة الجمهور المتابع والمحب لك، ودنا نتكلم شوي على هذا الموضوع، يعني شلون شفت التحليل الرياضي؟ شوف، هذا يعني اعتبر نفسي محظوظ، يعني بالسابق كان اللاعب لما يعتزل او يبتعد عن الرياضة او يبتعد عن الكرة ما كان عنده خيارات، اما يكون اداري او يكون مدرب. لكن الان مع قنوات التلفزيون، مع المباريات، مع الاستديوهات، مع البرامج اللي خرجت، لا صار عندك خيار ثاني للناس او اللاعبين اللي نفسي اللي ما يشوفون نفسهم كمدرب، ما يشوف نفسه كاداري، فلقيت نفسي في الجانب الاخر، هو التحليل، هو الكلام، هو الظهور في البرامج التلفزيونيه تتحدث عن كره القدم. بالنسبه لي يمكن يعني هي صحيح عمل، لكن عمل شيء احبه، يعني شيء أعرفه وشيء أحبه وشيء أنا أريد أشوف مباريات وأريد أتكلم عن المباريات. فما أعتقد أن يعني يمكن الناس تشوفه عمل، لكن أنا بالنسبة لي ما أشوف أنه هو عمل بقدر ما هو أنه شيء أحبه.
نعم أكيد، واليوم وجودك معنا أهم شيء محبب لكل جمهور الكويت وجمهور ليالي الكويت وجمهور الخليج بشكل عام. نشكرك الكابتن شكرا. الكبير بشار عبد الله على وجودك اليوم معنا في ليالي الكويت. شكرا لك. حياك الله. أكيد إحنا ختمنا معكم هذا اللقاء، لكن لنا لقاء ثاني راح يكون بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله مشاهدينا. من المبادرات الخيرية واللي برزت عندنا مؤخرا بالكويت هي مبادرة أنت مميز، واللي قدمت أكيد الكثير من الأنشطة الخيرية والإنسانية، وانتشرت في فيروس خلال أزمة فيروس كورونا. راح نسالف شوي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة غادة الدويلة. حياك الله دكتورة غادة ومنورتنا في الكويت. أهلين، هلا والله، حياك الله. حياك الله. نبتكل عبد الله. نعم. وأنا سعيدة جدا باللقاء اليوم معاكم وتواجدكم، ودائما القناة الأولى تبادر في وتبحث عن العمل التطوعي، ويعني تشكرون. نعم. بس ممكن دكتورة غادة من عندكم تقصرين على صوت التلفزيون عندك شوي. التلفزيون؟ قصر التلفزيون عشان نسمعك بشكل أوضح. نبي نتكلم شوي على فكرة هذه المبادرة والهدف منها. أنت طبعاً أنت متميز للمتطوعين، اخترت كلمة بمعنى جميل، تشجيع حب المتطوعين، حب المبتدئين والمتميزين. أسست أنت متميز في 2019، كرمت في تقريباً 70 فريق تطوعي و 60 فردي يستهلون طبعاً هم التكريم. هذا مجهود شخصي على فكرة، وأنا أول من بادرت في المتطوعين وذكرتهم يعني في التكريم. إن شاء الله راح يكون كل سنة، يعني مو بس يعني لـ 2019. وسويتها المهرجان في 3 أيام حق المتطوعين، وشاركوا مجموعة من المتطوعين ومنهم الفريق المسرحي والتنظيم والإسعافات والتوزيع، طبعاً الفرق اللي توزع الهدايا وفعاليات تتكلم عن التراث الكويتي. فكانوا بصراحة مبدعين في 3 أيام اللي أبدعوا فيه المهرجان، وكانت بصمتهم جميلة يعني. نعم. أنا يعني قررت إن يكون أنت متميز للمتطوعين يكون احتفال لهم كل سنة. أنا كمبذول مني شخصي كمبادرة أول شخصية يعني سوتها بالكويت داخل وخارج الكويت، راح أكرمهم إن شاء الله. فالسنة كان المفروض تكريمهم في 14/4، بس أزمة كورونا إن شاء الله يا رب الله يرفع عنا البلاء، راح نكرمهم إن شاء الله في أنت متميز في أزمة كورونا في 2021. نعم. راح يكون طبعا هذا مثل الاحتفال هذا سنوي، مثل يوم البيئة العالمية، مثل يوم المعلم، مثل عيد الأم. راح يعني أخليها بصمة جميلة حق المتطوعين. أما نعم. بالنسبة حق طبعاً المتطوعين ما كفاني بصراحة التكريم السنوي اللي أنا قاعدة أسوي لهم إياه، فسويت لهم 6 برامج للنشر، البرامج حق أنت متميز، برامج متنوعة أسرة تشوف شنو معنات التطوع، وإن يشاركون عيالهم في التطوع. بعرف أن التطوع الحين أثبت وجوده في هذه الأزمة وله دور كبير. أنت شفت الدوائر الحكومية عبد الله، الفريق الحين بالصفوف الأولى مساند حق الدوائر الحكومية في وزارة الصحة، في الدفاع، وفي في الدفاع المدني، في وين ما تبي تلاقيهم ما شاء الله عليهم منتشرين في كل مكان. أصبح لنا دور مهم جدا، يعني أهم الدوائر الحكومية هذا واجب لهم، بس إحنا بالنسبة لنا المتطوعين هذا واجب وطني. نعم. أبي أتكلم شوي يعني على المبادرة. تفضلتي دكتورة غادة بأن يعني بديتيها في 2019، اليوم لما صارت جائحة كورونا في 2020 دخلتي وراح تتقدمين لكل متميز، كل شخص قام في أعمال تطوع في هذه الفترة. أكيد طبعاً راح أكرم، أكيد طبعاً راح أكرم فيها المتطوعين المتميزين. في أزمة كورونا راح يتم تكريمهم في 2021 ويستاهلون، وإن شاء الله بعد يشوفون الأسر، لأن أنت عارف العمل التطوعي
له تأثير على الفرد ويغير شخصية المتطوع إلى الأفضل. فأنا أنصح في كل أسرة أن يشاركون يدشون على الانستغرام مال أنت متميز أو رقم التليفون مال أنت متميز ويخلون عيالهم يشاركون فيه. طبعا هذا بالنسبة لأعمار معينة، أما بالنسبة حق الأطفال هم يعلمونهم كأسرة يعلمونهم في البيت شنو معنات العمل التطوعي داخل وخارج طبعا في أي رحلة هم لهم يعني في البيت. يعني دكتورة غادة تفضلتي أن شلون ممكن الواحد يتواصل؟ هو يدخل على الانستغرام، يعني إذا أنا اليوم متطوع أنا أدخل على الانستغرام وسجل. أيوة يدخل علي وأنا أوزع بين الفرق التطوعية. طبعا ما شاء الله عليهم كل بيبان مفتوحة في أي، بصراحة مو بس كويتين. يعني إحنا خلينا نتكلم على الجنسيات الموجودة على اليوم المبادرين، كم عددهم؟ وايد وايد والله. يعني أنا الحين مبادرة أنت متميز في أزمة كورونا، طبعا شكر خاص للشخصية معروفة متألقة ودائما متعاون معاي بالذات أنا يعني الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وهو مشارك معاي في مبادرة أنت متميز في أزمة كورونا، والفريق التطوعي اللي أعتبره دائما أعتبره في إيدي اليمين الدكتور الكويتي رئيس الفريق فهد العلي ونائب حمود، والناشط الإعلامي طبعا هم يعتبره هم إيد اليمين حمد الزامل، ودائما اللي بصمته جميلة طبعا المنتج محمد الحساس. هذول مجموعة بصراحة بصمة جدا جميلة بالنسبة حق مبادرة أنت متميز اللي ما خلوا عمل ما ساعدوني فيه في هذه المبادرة. وعلى فكرة مو بس هم، في مجموعة أيضا جميلة بصمة يعني معروفة بصمتهم واضحة في أنت متميز أو مبادرة أنت متميز أو تغطية أنت متميز أو مهرجان أنت متميز، ما شاء الله عليهم فعلا فعلا متميزين. فأنا يعني جدا سعيدة لما أشوف العطاء الوطني اللي قاعدين يعطونا يعني يطلع من القلب حق دولتنا الغالية الكويت. طبعا أكيد الكويت تستاهل أكيد، وهذا هم دعم كبير من حضرتك أنك اليوم تكرمين كل الناس المتطوعين، كل الناس اللي قاعد يقدمون يمكن الشيء البسيط أو الشيء اللي ما كان متوقع أنه يكون من بعده مكافأة. شنو الرسالة الأخيرة أو الكلمة الأخيرة اللي حابة تقولين لها دكتورة في نهاية لقائنا؟ شكر خاص حق كل من شارك في مهرجان أنت متميز أو تغطية أنت متميز، ساعدني بنشر الإعلام من الفرق التطوعية اللي قاعدة تعطيني وتساهم معي في الفيديوهات مالتهم فعالياتهم اللي قاعدين يسوونها في أزمة كورونا وقاعدين يدعموني بالنشر، وأنا طبعا قاعدة أدعمهم بالنشر. هذا شيء يعني وايد حلو لما نوصل حق كل بيت عشان يشوفون شنو اللي الكويت قاعدة تسوي، نوصلها حق داخل الكويت وخارج الكويت. هذه حلوة كواجهة لنا كل كويتي أكيد، وجهد كل كويتي طبعا، وحتى اللي حتى طبعا اللي فيه طبعا يعني المتطوعين غير الكويتيين المقيمين هم لهم بصمة جميلة، المقيمين هم لهم بصمة جميلة وهم بعد يمكن تلاقيهم قبلنا يعني بالصف أكيد قواهم والله، هذه أرضهم هذه مكانهم ومواليد الكويت يعني أكيد يستاهلون كل خير وحضرتك تستاهلين والله. يعطيهم ألف عافية يعني على المبادرة الجميلة اللي سعوا فيها في أزمة كورونا وضحوا بحياتهم، وانت عارف أنه يعني هذه فيها حياة أو موت يعني، جزاهم الله خير يعني أنهم بادروا في صحتهم وعافيتهم لأجل الكويت والكويت تستاهل. كل الشكر لك الدكتورة غادة الدويلة من مبادرة أنت متميز على وجودك اليوم معنا في ليالي الكويت. مشكور، يا هلا فيكم، يا هلا حياك الله. احنا بكذي نكون معاكم وصلنا مشاهدينا لنهايه هذه الحلقه، نشكركم على متابعتكم على مشاركتكم بهاشتاغ ليالي الكويت. لقاء ثاني يجمعنا معاكم ان شاء الله باكر، تصبحون على خير وفي امان الله.